أعرفُ أن هذا الخطابَ سيصلُكَ بعد 3 شهور. سألتُ وعلمتُ أن البوسطجي يمرُّ بالنجع كل شهر، يستلمُ الخطابات وتصلُ إليكَ في شهر ويعودُ الرد بعد شهر. المهم، أنا سعيدةٌ بالكتابة. كنتُ نسيتُ الكتابة ونسيتُ كل شيء يا يوسف إلا وجهك. أنا لا أعرف كيف أكتب كتابة جميلة مثلك ومثل الخطابات التي في كتاب مجدولين، لكنني أعرف أنني أحبك. ربنا نجاك من الشوطة، وشيع لك الأمر منيها نادرة. افتحي افتحي، رمت أبوكم برا البيت وما رضيتش تفتح لي. أنا قلت مت والناس كلها قالت إنك مت، ولا حكتلك قدامهم دلوقت. ما متش يا نادرة، رمتيني ورمت أمي وخفت على روحك. مش على روحي، على بناتي. أنا لو جتني الشوطة كنت أبعد روحي عني وما أموت لحالي، لكن ذنبهم هيموتوا هما صغيرين. وأنا ذنبي إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ أترمي زي الكلب والجنون يرموني وسط الميتين ويقفلوا عليا باب جبانة ليه؟ أنا مش عرفني، أنا قلت إنك مت. ليه يا أجل؟ ليه يا أجل يا نادرة؟ قمت من وسط الميتين وطلعت من خشب الجبانة وطرت. وقفني عسكري خوادة كان مرعوب، فكرني عفريت. وقفني بندقية عايز يرجعني الجبانة تاني. قتلت وطرت، مسكوني زمايله ورموني في السجن زي الكلب، أقطع حجارة لحد ما عظمي اتكسر، وكله بسببك. أمي سامحة، إحنا ما نعرفكش بعد. روحي قطع خبرك وخبرها، فاكرني مت وهترتاحي. ها هموتك يا نادرة، هموتك. الله 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 الله، مين بقى اللي خطفت قلبك غيري في السن ده يا جوني؟ مش عارف اسمها، بس هي كانت بترقص وراكي. الملف السعد يا صوفيا، ايه اللي خطفت قلبه غيرك دي؟ لا يا بساطي، جوني منصور ده الحب القديم وانت عارف، والمرسى والعباس اللي نعرفه لك هي مين. بنت يا راوي، روحي جيبيلي كل البنات هنا على الاوضه. حاضر. بنات اللي يجوا الاوضه، واحنا شغالين ايه بالظبط لجوني منصور؟ انا هتجوزها بساطي. يا سلام، وانت تعرفها منين عشان تتجوزها يا جوني؟ وانت مالك يا وديع؟ هو جوني كده بيمشي ورا قلبه دايما، انا مصدقاه. تعالوا يا بنات. يا نا، خير يا ست أصدف؟ خير. انت اسمك ايه؟ يخيبك يا بنت يا صباح، خطفتي قلب الخواج. صباح، تتجوزيني؟ ورحمة أمي قلبك عمران، البنت دي أغلب واحدة عندي وطيبة ومنكسرة. بس أنت كبير يا خواجة. يصغر لك يا روح أمك، هو أنت الطولي؟ أنت تمشي المرسح ده وما تشتغليش معايا تاني، وتحطي الراجل ده فوق راسك، هيهننك ويسددك. موافقة. لا استني استني، ما تزغرتيش. هتتجوزها ازاي وانت جوني؟ لازم تسلم. ايوه وماله، اسلم. ايوه كده زغرته يا بنات، كله للشرع. مبروك يا جوني، بنت الصباح دي حاجه 13 خالص، وانت انسان تستاهل كل خير. الف مبروك يا خواك. النهارده زلزال في حياتي. انا جوني منصور، اتجوزت وأنا بعد 50 من صباح صالح عقرب. أنا مش شرقي عشان أفرح إنها طلعت عذراء، لكن فرحت قوي وحاسس إني بتولد من جديد. إحساس عجيب يسيطر على جوني منصور.
إني امتلكت الدنيا كلها. كل ما أشك في إني أنا الملك أروح أتفرج على وشها وهي نايمة. مفيش أجمل من اليوم ده في حياة جوني منصور. حان عليك البساط يا صباح. جبت من فين القلب القاسي ده؟ والله ماني مستغرب، وكنت عارف ومتأكد يا بساط انك هتيجي وتقول كده. ما هو ملهاش لازمة يا علي، طول عمرنا سوا، ليه نتفرق؟ والله ماني عارف يا بساطي. يكونش يا ولا اني زعلتك واتجوزت أصداف من وراك وفتحت مرسح لوحدي؟ أني واطي يا بساطي، سامحني معلش، أصلي ده طبع بعيد عنك. طب افرض صاحبك واطي تسيبه كده يا علي؟ مش صاحبك على عيب يا بحر؟ كل عيب يا بساطي وله دواء إلا الوطيان. ألا قولي صحيح، هو الواطي دواء ايه؟ دواء انسان اصيل يسامحه يا علي، وان كان على اصداف، اقصد الست صوفيا، كان ايه لازمتها معاك؟ ما كانت قدامك من زمان من ايام الكرخان. وانا ايه اللي زعلني من اصداف يا مغفل؟ انا زعلت من صاحبي. اصداف بتاعت الكرخانه هي هي اصداف اللي انت اتجوزتها، ولا تفرق. الكرخانه لمتها شويه وانت شويه. اهم ابني في الاول والاخر يا علي. اللي جاب لك يخلي لك يا بساطي. خير سمير هتحب اول ما تشوفه، روحي فيه يا علي. خير يا بساطي. انت الفن كله يا بحر، واني محتاج لك. تعال نرجع زي زمان، انا وانت وصوفيا، المرسح موجود، وتجيب بقى فرقتك والولا فرح، ونرجع سوا زي زمان ونسبتك محفوظه. ما بلاش، انا مرسحي لبش في لبش وكل شويه في الكراكون. لا معانا مفيش كراكون خلاص، طول ما انت معانا وبتقدم هلس مش هيجوا جنبك خالص. انا عارفهم كويس. عارفهم؟ وانا ما نقدرش نرفع عيني في عينك علي غير لما نقول لك على الحقيقه. غيرت منك يا بحر، ومش عيب الفنان غيار، وانا اللي رحت بلغت عنك، ومش عيب الفنان انان، وجيت عشان نصالحوك ونقول لك على الحقيقه، ومش عيب الفنان طيب ومالوش كلمه وبيسامح يا علي. تدخلني السجن يا بساطي وجايني عشان نشتغلوا معاك؟ عشان شريك، عشان شريك يا بحر. دلوقتي الدنيا بقتش مرسح بس، لا دي سيما كمان، واني لوحدي مش هنسده. أنا هلاس وانت فنان بجد زي ما بيرم قال. بيرم حاف كده؟ والله عال. خلاص بقيت انت وبيرم التونسي صحاب وبتقعدوا مع بعض وبيجيلك المرسح. وراها اتمسك، معرفش ان كانت سجن ولا نفوه بلاد بره تاني. يا مسبتك السودا يا بساطي، تكون عملتها وبلغت عن الراجل يا ولا. ماني نسامحه في حقي ماشي، لكن بيرم لا. ما هو كمان غصني يا علي، قعد يتمقلس عليا عندي في المرسح. يخرب بيت انتك يا اخي، انت معجون من ايه؟ جايب قلبي منين تفضل عايش بيه واطي وخاين كده؟ بتسلم بيرم التونسي يا فسل؟ والله لو نقدروا نسجنوه هو وبديع خير وكلهم ونفضلوا لوحدي لكنا نعملوها. الفنان اناني عايز يبقى على الخشبه لوحده، ومش عيب. اللي هتترمي على خشبه يا بساطي محدش يمشي وراك. امشي من وشي يا بساطي، امشي مش طايقك. مش همشي غير لما تقول لي انك هترجع يا علي. امشي من وشي يا بساطي وحياه الغاليين ما قادر نطله في وشك يا اخي. والمرسب والعباس ماني ماشي. يوسف، أنا سألت شيخي حبيبي وقال لي إن طلاق السكران
لا يقع. الحمد لله خلاص هديت وعقلت كده. هديت وعقلت وفقت وما بقتش سكران. وتفيد هاني مطلق يا خديجة هاني. ليه يا يوسف؟ هي البنت عملت ايه عشان تتطلق؟ واللي قبلها واللي قبلها عملت ايه؟ محدش عمل حاجة. وانا نفسي عملت ايه؟ محدش عمل حاجة يا خديجة هاني. ليه بتعمل كده يا يوسف؟ ليه بتحرم نفسك يا ابني؟ مش يمكن. مش هيمكن يا خديجة هانم، مش هيمكن. أرجوكي أرجوكي يا خديجة هانم، أرجوكي خليني أكمل حياتي زي ما أنا عايز. أنا خلاص مش عاوز ستات ومش عاوز خلفة. كل اللي عاوزه إن اللي فاضل من عمري أعيشه زي ما أنا عاوز. طلب صعب ده يا خديجة هانم، أرجوكي. حاضر. تطلب مني إني أموت وأنت تموت وعيلتنا وربع شمال بقى لهاش ذكرى كأنها ما جاتش للدنيا. حاضر يا يوسف. لا يا خديجة هاني، أنا بطلب منك إني أعيش، أرجوكي خليني أعيش. تعيش لمين؟ وخديجة تعيش لمين؟ بص يا ولدي، أنا ما ربيتش بنتي وجوزتها لك عشان تضربها، لا عشان تصونها، لكن ضرب وإهانة لا. ياك جاي تضربني؟ طب اضربني يا عم زكريا. أنا ما هضربكش يا ولدي، أنا أخد بنتي وأقفل الباب علينا أنا وهي، أنت في حالك وإحنا في حالنا. لو راجل خدها. لا راجل صح، وانت عارف بنتي صنطك وصنط غيبتك سنين، يعني لو رجعت لقيتها اتجوزت ما كانش ليك عليها كلام. بنتي أصيلة قعدت ببناتها رغم ان الدنيا كلها قالوا انك مت، يبقى دي جزاتها. كتر خيرها وخير ابوها، هشوف عاد حكاية صنطني داي ولا لا. لا اوعى تفتح خشمك بالعيبة قسما بالله، ما يكفيني عمرك. روح يا زكريا، روح قبل ما الحديث يمسخ عنك ده. روح، انت راجل كبير ومش حملي. اخد بنتي معاي. خدها بالعافيه لو تقدر. احب على يدك يا ابوي، احب على يدك. روح دلوقك، روح دلوقك، ما تخافش علي. وحياه النبي روح دلوقك، ما تخافش علي، ما تخافش علي. أنا قررت أكتب لكم المسرحية الجديدة. ابن حلال لسه بحر بصالحني. وشك حلو يا راجل يا جميل يا متواضع. ابن الأكابر يكتب للصعاليك كده يا كملت. ابن الأكابر وبحر والبساطي وصوفيا ناقصنا الزهار وجنو منصور، يبقى اكتمل الجنون. أنت بتسخر مني يا بساطي؟ أني؟ العفو يا يوسف بيه العفو. بساطي ما يقصدش، معلش الفنان ياما بيسمع من الأرازل، شغلته كده. عندك حق، أصعب حاجة في شغلانتنا دي إن من حق أي تافه يجي يتفرج ويبص بقرف كده ويقولك إيه الهبل اللي أنت بتعمله ده؟ الجمهور هو اللي عمل لأمثالك سعر يا بساطي. الله، وهو اللي بيلعب السلسفيني لما بعجبهوش. طيب إذا كان طبيعة الشغل كده يبقى أقول عادي. المسرحية سادة عن الحرية، وإن اللي بيفقد حريته بيفقد كل حاجة. كلام عظيم، بس إيه برضو المرسحية؟ حرية يا يوسف بيه، انت مش فاهم مرسحنا. احنا بنقدم الهلس والموعظة، يعني هلس 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 واخر كلمتين موعظة، زي ما تقول كده هلس 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 وياكل هلس حاسب من الهلس. هي دي المرسحية. طب وماله؟ ما انا برضو بقول في الاخر خلي بالك لا تفقد حريتك عن واحد فضل طول عمره يقول حاضر 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 حاضر، وفي الاخر قرر انه يقول لا ويعمل اللي هو عاوزه. طز، احترم نفسك يا سيدي. مش حضرتك، مش طز في حضرتك خالص. اني نقصده لو المرسحيه اسمها طز اني موافق. انا اكتب مسرحيه اسمها طز؟ انت مجنون. انت لو تسمعني ترتاح. انا تقريبا فهمت البساطي يقصد يا يوسف بيه ان اللي فقد حريته دوت قال في الاخر طز وقرر انه يبقى حر.
ايوه بس طز ده عنوان قميء ومنحط ومتدني قوي يا بحر. طز برضو الناس هتدخل للطز. انت كنت مسميها ايه؟ حطمت قيودي. طز احلى مليون مره. سامحني يا يوسف بيه. التافه عديم الربايه اللي قدامك ده مع حق يا راجل. حطمت ايه بس جاك فكره؟ طز؟ لا طبعا والله لو طزين ثلاثه كمان تجيب جمهور كده. جمهورنا يعشق الطز. راس ماله الطز يا يوسف بيك. انا اكتب مسرحيه اسمها طز. قومي قومي. عايز ايه؟ عايزك. حرام عليك، ده انا هقوم واقعد بالعافيه. جوزك انا ولا مش جوزك؟ يبقى تقومي. مش قادر. هتقومي بالعافيه هكرك كخ. خلاص. حرام عليك يا هلاوي، حرام عليك. حرام عليك يا هلاوي. أول خطوات العبودية أن تخسر حبيبك. الحب هو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. لم يكن السجان القاسي الذي حرم يوسف من النظر من الشباك يعلم أن داخل السجن شخص يتألم. ده زين قوي يا هلاوي. تمام. أهو اللي تجيبه فيه هاته، ملهوش عزا عندي، واللي يجي منه مصلحة. ماشي يا هلاوي، أنا سمعت إن بيت جهيني بيه، سمعوا بيه وعايزينه، وأنا هديك في جنيه. حمل وشيل. ماشي. زيق عليك النبي تخلي. خش تخمدي جوه، ما لاقينش ناكله، وأنا مش عارف إيه اللي دخل البتاع ده عندي. أبوي جابه. أحب على يدك يا هلاوي خليك. ده بيقول جنيه، عارفة يعني إيه جنيه؟ يعني طور جديد، يعني شغل ومصالح. خش غورج. كيف هتاخد عجل السماعك دي يا زكريا؟ عجلي بيبقى رايح مع الحكايه يا ابو غنيم. ما بقاش صاحي. انا لو صحيت السماعه يصحو. ده انت حكايه يا زكريا. لا وانت الصادق، عم زكريا هو الحكايه. هو مشهور في النجوة زي ابو زيد وخليفه. خدمت بحر في قصر، كان مسجون. وتمنيت ليالي ارجع واقول الحكايات للناس من النجوة. كان ربنا خليك عشان كده. عاوز منك طلب يا عم زكريا. خير يا ولدي. عاوز سنيورة بنت بيتك. سنيورة؟ ايوه يا عم زكريا. ياه لفت لي ايام يا زكريا. بنت بيتك هتتخطب يا ابوي. Thank you.
العريس بتجري رايح على فين كده؟ صباح عامل يا ابو ساطي، هيبقى عندي منصور جوني منصور. اللي جابلك يخلي لك يا سيدي، عارف ان الواحد لما بيخلف على قبر بيتهبل، انا برضه انهبلنا قبلك بالولا سمير. انا هروح اصور صباح وهي حامل واتصور معاها، وانت لازم برضه تتصور وتصور ابنك. لو تقدر تعمل كده كل يوم اعمل كده. طب ما تقول لي نصوروه فين؟ وبعدين مش غلط التصوير ده على الحامل؟ لا طبعا مش غلط، انت لازم تقرا كتاب رياض افندي شحاته عن التصوير الشمسي الحديث، طلع 1910. عن اذنك استنى بس، قول لي هنصوره لولا سمير فين؟ انا كنت هروح مصر اصور في استوديو بيلا الخواجه المجري، بس طلع في واحد هنا. طب والله ناخد لولا سمير ونروح. انت لازم تروح تتصور انت وسمير وعلي بحر وزهار عشان يبقى في صوره للكتاب بتاعي. وعلى كده الصور دي بتعيش حتى لو احنا متنا؟ طبعا تعيش بصوتي، بني ادم بيموت وبيسيب وراه الحاجات اللي تعيش. انت انسان يا جوني. عن اذنك بصوتي. اذنك معاك يا سيدي، نهاركم سعيد. ادي الجنيه علاوي. مساء الخير خديجة هاني. خديجة هاني مش سجان يا يوسف، خديجة هاني مش ست ظلمة هرمتك من حياتك ومن حبيبتك وخلتك عبد. خديجة هاني محبتك أكتر من روحها، ما طلبتش حاجة من الدنيا غير إنها تفرح بحفيدي يشيل اسمك، لكن ربنا أراد إن خديجة هاني ما تبقاش جدة ولا حتى أم. عشان ابنها الوحيد شايفها كده، سجان ظالم وقاسي مجنون حرمه من كل حاجة، حرمه حتى من انه يفتح شباك. أنا زعلانة قوي يا يوسف بيه، زعلانة لدرجة إني حاسة إني مخلفتش، أو بتمنى إني ما كنتش خلفت ابني، اديته كل حاجة، وفي الآخر شايفني كده. اكتب اسم تاني على المسرحية عشان ما يصحش. مش معقول الذكرى الوحيدة اللي هتفضل منك ليه تبقى دي. نقول لك نستلموها امتى يا خواجه؟ مش قبل اسبوع حبيبي. مش قبل اسبوع حبيبي ليه؟ انت هترسمها؟ مين دول يا خواجه؟ دول ستات مصريين وخواجات. اه
طبعا الصور دي هتفضل بعد ما يموتوا؟ طبعا، امال؟ ولما الناس تشوفها يقولوا انه مصر الناس كانت عايشه فيها كده؟ طبعا. طبعا ازاي يا خواجه؟ مش دي الحقيقه؟ بقى الشعب لسه غلبان وحافي. احنا تصور ناس خلوه مش الخافيه يا ابو صادي. الناس الخافيه مش تصور. اها فخيمتوا، الناس الحافيه مش تتصور. ما تضحكش يا سمير، عشان لما نموتوا يقولوا علينا كنا محترمين. ماشي حبيبي؟ بص هنا. الصور الحلوة دي قلتشيهم دول كمان، ما انتي متعودة. طب كلمة زيادة وأقولك إن هم عيلتي. تعمليها أبو المصحف. أيوة، بس إيه الجمال اللي كان في الزمن ده؟ كانت ناس رايقة، كان ناس عندها ذوق. بس أهو ده الكلام اللي بيخلي قولون ينقح عليا. يا سلمت قولونك من إيه؟ عشان كل الناس لما بيشوفوا صور زي دي بيعملوا زيك كده، وكأنها صور جدود اللي جابوهم، مع انهم لولا الثوره ومجانيه التعليم كان زمانهم شغالين بيلموا الدوده عند الباشا. حاجه تقرف والله. يا حامد انت صعبان عليا، غلبان. عارف ايه اللي تعبك يا حامد؟ انك بتبص على غيرك مش القولون خالص. بس احنا كاولاد بشوات ما بنحسش بالمشاعر دي خالص. ربنا ياخدني يا شيخه ويريحني منكم. بلاش، لا ابواب السما تكون مفتوحه ودعوتك تستجاب، ويقولوا كان بيكلمني طب ساكت. كل حاجة اتكشفت يا ست لبنى، القصر شكله مش هيرجع للدولة ولا حاجة. وعرفت الكلام ده منين يا سي حامد؟ أنا كنت شاكك من الأول، القصر هيرجع ليوسف الثالث اللي هيتجوز سلمى بنت الغني، ومحامين أبوها مالين المحكمة. وأنت إيه اللي عرفك؟ وإيه مشكلتك أساساً؟ مشكلتي إن الأغنياء هيزدادوا غنى، والقصر اللي عدى عليه 100 سنة زي ما اتنشر في المقال صغر بقدرة قادر، وهيبقى ملك يوسف وسلمى، وبدل ما تبقى سلمى الغنية بنت الغني بس، هتبقى الغنية بنت الغني مرات صاحب القصر. وإيه دخلك برضو كحامد يعني؟ حامد هيفضل حامد والفقر يقتله. أنت عيان يا حامد وبتهزي؟ حامد عيان بعيد عنك، بس برضو حامد مش هيسكت. هو أنت فين يا حامد؟ في اسكندرية، سافرت مخصوص ومش هرتاح إلا لما أشوف آخرة المؤامرة دي إيه. طبعًا لازم يا حامد، لازم يا حبيبي، أو هتخلي المؤامرة تكسبك يا ابني. التريقة التريقة يا منسحقة يا متسلقة. هي مين دي المنسحقة ومتسلقة يالا؟ أنت يا لبنى بنت سواء القطر، اتنكرت لطبقتي وصاحبت بنت الرأس مالي. هي الدنيا كده، عشان المؤامرة تكمل تطلع طبقي حقير. اسمع يا بنت، أنا لو بتعامل معاك بجد على أنك حقيقي وموجود في الدنيا كنت قفلت السكة في وشك عشان قلة أدبك دي، لكن للأسف أنا متربية ومضطرة أقفل السكة في وشك برضو. أنت مالك بتنهج كده ليه؟ كنت بنجري ونغير هدومي وحاجات كتير. ليه؟ في بيع خمرة لسه مقتول. هتكون انت ال انا غيري مش فارقه، المهم انه اتبعت للنمر. احسن ان انت اكتر واحد شربت خمره في الايام اللي فاتت دي. انا بنعمل حاجه تانية، انا بنداني نفسي في المعاصي عشان نقدر نوصل لهدفي. انا في مهمه زيك. زي انا؟ ايوه زيك. لو عايز تراجع قول. لا 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 لا، مش عايز اتراجع. انا مؤمن بالفكره جدا، بس هي الفكره بس في الطريقه محتاجه فهم. إيمان وفهم. الإيمان عايز قلب قوي بس. بقولك إيه؟ أنا عايزك تخلي بالك من يوسف، عايزك تقرب منه، المكان مهم جدا بالنسبة لنا.